أوف، يبدو أني وصلت في الوقت المناسب. أنت على وشك الانفجار. مرحبا أيها الصغير. هل من المفترض أن تكون متكتلا هكذا؟ طيب، إن كان لابد أن تعرف، إنه مخبأي السري للمارشميلو. يمكنني الاحتفاظ به؟ مستحيل، بالطبع لا. ممنوع الأكل والشرب على متن الطائرة. والآن رحلتنا آمنة. مرحبا سيدي. ومن هذا؟ فهمت، لا تحب الملاعبة. دعيني أتحقق من هذا فقط. والآن رحلتنا آمنة. هاي صوفيا، كيف الحال؟ لم أكن أعرف أنك ستحضرين جلوك. أسنانه الجميلة. لن تؤذيك أترين؟ مجرد طعم لإخفاء وجباتي الخفيفة. ذكي جدا، أليس كذلك؟ لقد خدعتني. هل تريدين بعض البسكويت؟ لمثل هذا نحن صديقتان مقربتان. شكرا يا تينا. كان حفل الليلة الماضية أسطوريا. من الأفضل ألا تكون سكاكر. ألا تقرأها يا أطفال؟ أعطوني الآن كل هذه الأشياء، سيلقنكم هذا درسا. مرحبا سيد جونز، متحمسة لمحاضرة اليوم؟ الطعام ممنوع صحيح؟ المستلزمات المدرسية فقط. يا لك من طالبة نجيبة، أشعر بالجوع بعد كل هذا التأديب. من مستعد لخمسة شكسبير؟ أحب قصائده مع الشوكولاتة. شباب، ماذا؟ أعتقد أنكما ترغبان في القليل. شكرا يا كلوي. كيف فعلت هذا؟ فكرت خارج الصندوق. عظيم، صندوق الألوان الشمعية. وضعت فيه الشوكولاتة المفضلة لدي، وعندما انتهيت قصصت ورقة من علبة الألوان وأخفيت فيها الشوكولاتة. لا تثير الشك، أليس كذلك؟ لا تنسوا إغلاقها. استخدمت عقلي بالطريقة الصحيحة. هذه قطعة الشوكولاتة الثالثة لهذا اليوم. كلوي، انتبهي للشرح. طيب، سنعود للدراسة. حسناً، ضرب 2، 14. أحتاج لبعض السكر. نعم، سأكتب 14 أو ربما 15. هذه المعادلة صعبة، ربما أحتاج للمزيد من السكر. فكري يا صوفيا، فكري. ماذا؟ هل أنا معزة؟ لابد أن هناك طريقة أفضل لأكلها. في الواقع، أجل، دماغي يعمل الآن. أحضر حلواً كهذا واثقبها بالمخرمة هكذا. بعد أن حصلت على فتحة فيها، مرر خيط صوف عبرها واربط. فاصل كتاب من الحلوى. سيشجعني هذا الفاصل على القراءة. أنا متحمسة لليوم. أهلاً بفاصل كتبي الحلوة. من أين اشتريته؟ لم أستطع الانتظار ثانية أخرى. أجل، نحن مركزتان تماماً. لقد خدعته. يجب أن أبدأ ببيع هذه الأشياء. مجرد فكرة. هذه العناصر محيرة. الكثير من الاختصارات. أوه، بطني تزقزق. أهلاً، نسيت أن لدي بعض الشوكولاتة. تينا، ضعي هذا. لكني جائعة جداً. طيب، أوه، لا تقلقي يا تينا، لدي ما يكفي لإطعامنا كحلوى الجالية.
تحضر أشكالاً جميلة ولنلصق عليها من الخلف شريطاً لاصقاً. نزيل الجزء الخلفي بهذه الطريقة ثم نلصقه على ربطة الشعر. أراهن أنك لم تدركي أنها حلوة، والآن عند الشعور بالجوع لن تكون هناك مشكلة. واو، هذا رائع! هل يمكنني؟ هذه باسمي. بنات، هل تتناولن شعر بعضكن؟ ما الذي أراه؟ إنهن كالحيوانات. لا أعرف أبداً ما يحدث هذه الأيام. أفضل التحقق من منظوري. تعلمين أن الطعام ممنوع في المرسم. ضربات فرجة موفقة يا براين، أحسنت صنعاً. أوه، عندي فكرة رائعة. سأخذ علب الألوان هذه وأفرغها من الألوان، ثم أسكب بها الحلوى السائلة المفضلة لدي، وبعدها أضيف ملون الطعام كي يبدو كالألوان. حان الوقت لمزجها معاً. رائع، تبدو كالألوان الآن. سأعود الآن لدرس الرسم. في صحتك. أوه فظيع! هل شربت الألوان؟ أتريد بعضها؟ بالطبع لا. يا ترى هل مذاقها جيد؟ أوه مقرف، مذاقها سيء. حقيقة هامة عن تاريخ العالم. بطني تزقزق. هل هناك شيء تودين قوله يا زوي؟ هاي، ماذا تمضغ يا براين؟ مهلا، إن كان لديك بعض الطعام أعطيني القليل منه. توقف عن المزاح، هذا ليس طعاما. كلا، أنا جاد، تناول القليل منه كما تشاء. واو، إنه طعام. سأريك كيف صنعته. سنحتاج أولا إلى كوب بلاستيكي، ثم نربط مجموعة من مصاصات الشرب معا برباط مطاطي. ممتاز. ثم نضغط بالمعجون على الجزء السفلي للمصاصة، وهكذا ستبقى ثابتة في قاع الكوب. ثم يحين وقت الجيلاتين. سأسكبه بحذر داخل مصاصات الشرب. سيبدو واقعيا أكثر لو استخدمنا عدة ألوان. وعندما تمتلئ المصاصات نتركها لتجف، وبعدها ستبدو كأقلام التلوين الشمعية. انظروا لهذه الألوان المختلفة. سنضيف إليها الغلاف فقط ونضعها في علبة ألوان كي لا يلاحظها أحد. حتما هذه الألوان شهية. ما كل هذه الفوضى؟ ما هذا الذي بيدك يا براين؟ إنه مجرد قلم تلوين يا سيدي. طيب، لنعود إلى الحديث عن الإغريق. أنا جائعة أيضا. أعتقد أن بإمكاني تناول أقلامي الشمعية. تعال أيها الأخضر، أمل أن تكون شهيا. لست شهيا إطلاقا. هل تفكر في الاحتفاظ ببعض الحلويات في المنزل؟ إذن من الأفضل أن تعثر على مخبأ سري جديد. لن يشك أي أحد في الأريكة، صحيح؟ جيد. رأيت بيلا تدخل حلويات هنا. أنا قريبة بلا شك. كنت محقة. تعالي لفمي. لذيذة. أنا أتجول فحسب ولا أدس حلوياتي في درج المكتب. أشم رائحة حلوى هنا. لكن أين؟ هذا المكتب مجوف، صحيح؟ تعالوا إلى ماما. نعم. هل المطبخ مكان واضح؟ ماذا عن الخزائن؟ أهلا. لا، هذا لا ينفع. أين سأخبئ هذه الحلويات؟ ما الذي يفترض بي فعله بالمايونيز؟ في الواقع لدي فكرة ذكية. هل تريد إخفاء حلوياتك؟ أحضر مرطبان المايونيز وأفرغه من محتوياته. قم الآن بطلاء داخل المرطبان وانتهيت. لا يمكنك الآن رؤية ما بداخله.
ممتاز، لا تنسى الغطاء. ليست هذه الحيلة رائعة؟ أراك عما قريب يا حلوياتي. لقاء قادم. هل أشم رائحة شوكولاتة؟ الرائحة ضعيفة، لا أستطيع تحديد مصدرها. مغفلة. ربما في الثلاجة؟ لا أرى أي شيء، مجرد أكل عادي. لقد ربحت هذه المعركة وليس الحرب. لا أصدق أن حيلتي نجحت. ابقي في مكانك يا حلوياتي العزيزة.